اتكلمنا في الدوري ان المنافس بالنسبه للكابتن هشام حنفي الاقوى هو بيراميدز مش نادي الزمالك. طب بالنسبه لافريقيا، مين هو منافس النادي الاهلي في افريقيا هذا الموسم؟ ما احنا مش عارفين بقى مين دعم ايه، ولا مش عارف بقى الترجي ولا ما لسه مش عارفين، لكن هيبقى الزمالك في افريقيا طبعا. يعني انت عندك مازيمبي موجود، عندك الوداد موجود، عندك الترجي موجود، عندك سان داونز موجود، عندك فيتا كلاب موجود. يعني بس انا شايف ان هيبقى الاقوى الترجي، سان داونز، الزمالك، مازيمبي، دول الاقوى. وداد لا شفناهم كانوا وحشين. لا كانوا يعني مازيمبي يعني من الفرق اللي ممكن لازم تعمل لها حساب طبعا. يعني في الفتره الاخيره لازم تعمل لها حساب. عندهم امكانيات، رئيس النادي غني جدا. سان داونز فاهم، سان داونز فرقه كبيره، فرقه جامده. زمالك، ترجي طبعا، هم الاربعه. دول المنافسه. اقواهم الاربعه، اقواهم سان داونز. سان داونز ما تاثرش برحيل موسيماني؟ لا، فرقه كبيره، فرقه امكانيات لعيبه جامده جدا. اي مدرب يتعامل معاهم. طبعا، لان عندهم فرقه قويه جدا يعني. 11 لعيب تقال قوي يعني. يعني بدليل ان موسيماني عايز لعيبه من هناك. يعني هو سيرينو بس ماشي، بس يعني لا كان عايز حد تاني كمان، لكن في النهايه عايز سيرينو. مين؟ معلش معلومه جديده. لا عايز حد تاني في وسط الملعب كده، لعيب سريع جدا، لعيب كوره هايل في وسط الملعب. ف لا هم دول هيبقوا اقوى. هيبقوا اقوى.